السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثالث ابتدائي. سيود، بعد الإقبال على الفيديوهات ليسيونس أو كوتيديان لباقي المستويات، إذا سوف نخصص كذلك المستوى الثالث بعد فيديوهات مهمة ودروس مهمة جدا. التفسير سوف يكون باللغة العربية والقراءة باللغة الفرنسية لكي يتسلل الجميع الفهم والاستيعاب. CO2، تلاميذي الأعزاء، المستوى الثالث ابتدائي، مرحبا بكم في لي سيونس او كوتيديان. إذا في هذه الحصة سوف نتطرق إلى الوحدة الأولى، يونيتي 1، لي زاتر فيفون، الكائنات الحية. Tous les êtres vivants ont besoin de nourriture, d'eau et d'air. إذا سوف نتطرق إلى هذه الوحدة ما بين أهداف رئيسية وهذا الهدف التالي. Tous les êtres vivants، معنى جميع الكائنات الحية، تحتاج إلى الغذاء، الماء وكذلك الهواء. Tous les êtres vivants ont besoin de nourriture, d'eau et d'air. La nourriture, l'eau et l'air، ويدير من بين الأساسيات الحياة لدى الكائنات الحية. انتبهوا، في الفيديو القادم إن شاء الله سوف نتعرف على مجموعة من الكائنات الحية، من بينها مجموعة الحيوانات التي بدأت خفيفون. بين أنواع الكائنات الحية الموجودة هناك الحيوانات، les animaux، différencier les différentes familles d'animaux. إذن رجاء، دائما الجديد في سلسلة العلوم لي سيونس او كوتيديان، إذن في الفيديو القادم إن شاء الله سوف ندرس المجموعات للحيوانات وكذا مختلف الكائنات الحية، من بينها الحيوانات. سوف نركز على الحيوانات، لي زانيمو، ديفيرونسي لي ديفيرونت فامي دانيمو، إن شاء الله في الفيديو القادم. أما في هذا الفيديو سوف نقوم بدراسة الكائنات الحية ومدى احتياجها للتغذية وكذلك الماء والهواء. Tous les êtres vivants ont besoin de nourriture, de nourriture, de nourriture, d'eau et d'air. لاحظوا جيدا الصورة. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الطفلة تقوم بشرب الماء. Alors je vois une fille en train de boire de l'eau. لأن نحن كذلك الإنسان نحتاج إلى الغذاء وإلى الماء والهواء لكي نعيش. شيء ضروري، إذن من أساسيات الحياة، من أساسيات الحياة التغذية، الماء كذلك. إذن لديه دور وظيفي مهم جدا جدا ومهم وحيوي للغاية، الماء والهواء. ما يمكننا الاستغناء عن الغداء والماء والهواء. إذا بعد النجاح بالنسبة للفيديوهات السابقة باللغة الفرنسية، نقوم بتقديم بعض الشروحات باللغة العربية لكي يستفيد الجميع، جميع التلاميذ المستوى الثالث ابتدائي بدون استثناء. Les êtres vivants، الكائنات الحية. Sur Terre، il y a différentes sortes d'êtres vivants. La Terre est la seule planète où il y a de l'eau et un gaz appelé oxygène. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau et d'oxygène pour vivre. Ils ont aussi besoin de nourriture. إذا على الأرض ولا على كوكب من الأرض هناك مختلف أنواع الكائنات الحية. إنسان، كائن حي، حيوان، حشرات، نباتات إلى آخره. جميع الكائنات الحية التي تحتاج إلى الهواء للحياة، إلى الماء، إلى التغذية من أجل الحياة. هذا هو الملخص لهذه الفقرة الأولى. Sur Terre، il y a différents sortes d'êtres vivants. La Terre est la seule planète، هو الكوكب الوحيد الذي يوجد به الماء وكذلك غاز الأكسجين.
tous les êtres vivants ont besoin d'eau, تحتاج إلى هذا الماء كعنصر وظيفي مهم جدا ووقائي كذلك. Et d'oxygène, الغاز الأكسجين مهم جدا. تنفس أو العملية التنفس. إذن tous les êtres vivants ont besoin d'eau et d'oxygène. Pourquoi? Pour vivre, من أجل الحياة. Ils ont aussi besoin de nourriture, كذلك من أجل الطاقة, من أجل بذل الطاقة. إذن هما تكون محتاجين الهواء, خصوصا الماء, الغاز الأكسجين وكذلك التغذية. نتكلم معه حول كائنات الحياة. إذن أول شيء نطرقوا ليه بخلاصة, لي زيتر فيفون أون بوزوان دير, من جميع الكائنات الحياة تحتاج إلى الهواء. Tous les êtres vivants ont besoin d'air. Quand nous respirons, nous prenons l'oxygène de l'air. L'oxygène aide à brûler la nourriture qui est à l'intérieur de notre corps. L'oxygène donne l'énergie à notre corps. L'énergie aide les êtres vivants à bouger et à fonctionner. Il y a un honneur, physisme insane, ou jamais le cas, il y a un honneur, taqa. Taqa, l'énergie, taqa. والطاقة هذه الأصل ديالها هو عملية حرق اللي تقوم به غاز الأكسجين. هذا الغاز الأكسجين يقوم بحرق الغذاء داخل الجسم, وهذا عملية الحرق الناتج ديالها هو الطاقة. والطاقة هي تساعد الكائنات الحية على العمل, على عدة أشياء مهمة جدا. بدون طاقة لا يوجد هناك حركة, بدون طاقة لا يوجد هناك وظيفة للجسم. الإنرجي aide les êtres vivants à bouger et à fonctionner, ولكن الأصل ديالها هو عملية الحرق اللي تقوم بغاز الأكسجين داخل الجسم, يعني هو حرق الغذاء داخل الجسم. هذه عملية الحرق سوف نطرق لها إن شاء الله بالتفصيل في الحلقات القادمة. هم خذوا هذه المعلومة هذه إن شاء الله واستفدوا منها. صحيح؟ Le fait de prendre de l'oxygène à l'intérieur du corps est appelé respirer. Je respire. معناها أقوم بعملية التنفس. في عملية استنشاق aspirer, وفي عملية زفير expirer. لا ننسى أن الحيتان أو الحيوانات المائية, من بينها الأسماك أو الكائنات الحية الموجودة بالماء, بين الأسماك والحيتان, بخصوص الأسماك تقوم بعملية التنفس. كيفاش؟ لي بوسون أبسورب الأكسجين. أبسورب, هنا عندنا الفيرب أبسوربي, تمتص الأكسجين وليس تستنشق الأكسجين. فهمت الفرق؟ إذا لي بوسون أبسورب الأكسجين, تمتص غاز الأكسجين من الماء. لي بوسون أبسورب, تبلو هذا الفعل أبسوربي, تمتص. لي بوسون أبسورب الأكسجين دولو. إذن هناك غاز الأكسجين موجود في الماء. C'est طبيعي. Il respire à travers leurs branchies. Il y a une autre chose خاصة بالنسبة للأسماك للتنفس, اسمها les branchies. أما الكائنات الحية راه هناك واحد العضو خاص بالتنفس اسمه les poumons. Les plantes aussi respirent. كذلك النباتات تتنفس. Elles aspirent l'air à travers de minuscules trous dans leurs feuilles. إذن هناك في هذه الورقة الخضراء راه هناك ثقب تسمى بالفرنسية دي ستومات, ثقب داخل الورقة. الغاية ديالي أن تستنشق هذاك الغاز ديال الأكسجين. الهدف ديالها هو كذلك ليس طاقة ولكن صنع الغذاء, لأن هي قادرة أنها تصنع الغذاء بنفسها. وشيء إن شاء الله نطرقوا ليه
لاحقا. Alors, ils aspergeaient à travers de minuscules trous dans leurs feuilles. De minuscules trous. هناك ثقب صغيرة جدا موجودة على ورقة الخضراء. نزو. Ces minuscules trous sont appelés des stomates. على قناة دابا. Les insectes, كذلك الحشرات. Respirent à travers de petits trous sur le côté de leur corps. اما تلاحظوا هنا كاين هناك كائنات حيه، هناك نباتات، هناك طيور، هناك حيوانات، هناك اسماك، هناك حشرات. كل كائن حي له طريقه خاصه للتنفس، ولكن كاين هناك حلقه وحيده مشتركه هو غاز الاكسجين الضروري للحياه. من غير الماء ومن غير كذلك التغذيه، نطرق في هذه الفقرة نطرق فقط أهمية غاز الأكسجين. وهذا غاز الأكسجين موجود في الهواء، من بين الغازات الرئيسية الموجودة في الهواء. والكائنات الحية المتعلقة مرتبطة به، ما لا تحتاج دائما هذا الغاز الأكسجين للحياة، ضروري التنفس. وكل كائن حي عنده طريقة خاصة للتنفس، الشيء اللي خصكم تفهموا. كل كائن حي عنده طريقة خاصة به هو للتنفس، هذا هو التنوع. رجاء رجاء أيها التلاميذ الأعزاء، إذا قمتم بمشاهدة هذا المقطع لزيت خفيفة أون بوزوان دو، رجاء يمكنكم إيقاف الفيديو ثم الاستراحة قليلا لكي تستعد المواصلة حتى النهاية. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes ici, les êtres vivants ont besoin d'eau, il faut prendre une pause et après vous continuez la vidéo jusqu'à la fin. إذن أتمنى أن هذه النصيحة قمتم بالعمل وانتم مستعدين لمواصلة هذا الفيديو حتى النهاية. إذا مرحبا بكم في الفترة الثانية من درس les êtres vivants، والحاجة الماسة للكائنات الحية، الكائنات الحية les êtres vivants، الحاجة الماسة للكائنات الحية لثلاث عناصر مهمة جدا، الهواء خصوصا الأكسجين، قمنا بدراسته في أول فيديو. الآن سوف نتطرق إلى دور الماء، هو عضو عنصر وظيفي مهم جدا، عنصر وظيفي ووقائي مهم جدا لجسم الكائنات الحية بصفة عامة. Les êtres vivants ont besoin d'eau. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. Chaque être vivant est composé principalement d'eau. Les trois quarts de notre corps se composent d'eau. ديال 3 كار، يعني هنا في 3 أرباع من الجسم ديال أي كائن حي به ماء. إذن تلاحظوا بأنه هو عنصر أساسي في مكونات ديال الجسم ديال الكائن الحي. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. جميع الكائنات الحية تحتاج إلى الماء. Chaque être vivant est composé principalement d'eau. إذن الجسم ديال الإنسان وكذلك ديال الحيوان، جميع الكائنات الحية هناك عنصر أساسي هو الماء. لماذا؟ لأن ثلاث، ليس ثلثين، لا، ثلاث أرباع من الجسم يتكون من الماء. لي تخوا كار دو نوتر كور سو كومبوز دو. هذه معلومة مهمة جدا يجب عليكم ألا تنسوها. لو إيد أ ترونسبورتي لا نوريتور دون بارتي دو كور إلى أخرى. قلنا لكم بأن الماء هو عنصر وظيفي يساهم في نقل الغذاء من جزء إلى جزء آخر في الجسم ديال الكائن الحي. Cela empêche le corps de devenir sec. فهمت؟ خوفا من الجفاف. إذن نقوم بشرب الماء خوفا من جفاف الجسم. Quand nous sentons assoiffés, cela signifie que notre corps a besoin d'eau. شيء طبيعي. كما ترون، كما تلاحظون، كما ترون في الصورة،
هناك حيوان يقوم بشرب الماء، لأن يعني هناك حاجة ماسة. وكذلك الإنسان، تلاحظ الإنسان يقوم بشرب الماء حاجة ماسة. Alors, quand nous nous sentons assoiffés, quand nous avons soif, عندما نحس بالعطش، cela signifie que notre corps a besoin d'eau. يجب تلبية الحاجة الماسة الماء. Les plantes، كذلك النباتات، لا ننسى النباتات. النباتات هي تحتاج إلى الماء. Les plantes utilisent l'eau pour produire de la nourriture. تحتاج الماء لإنتاج الغذاء. لجميع الكائنات الحية، خصوصا العاشبة منها. L'eau aide les plantes à être droites. À être droites. إذا تساهم في نمو النباتات. فهمت؟ فوالا. ننتقل إلى نقطة أخرى أيها التلاميذ الأعزاء، هو دور ديال التغذية. Les êtres vivants ont besoin de nourriture. إذا لاحظنا بأن الماء هو عنصر حيوي ووظيفي تحتاجه جميع الكائنات الحية. وقلنا لكم بأن الماء، أن جسم ديال الكائن الحي يحتاج إلى الماء، وهذا العنصر الماء يكون الجسم ديال الكائن الحي تقريبا ثلث أربع لي تخوا كار. وشفنا بالوظيفة ديال الماء أنه تقوم بنقل الغذاء من 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 جزء إلى جزء آخر في الجسم ديال الكائن الحي. دابا سوف نتطرق إلى نقطة أخيرة من الدرس، يجب عليكم الانتباه. Les êtres vivants ont besoin de nourriture. تحتاج الكائنات الحية إلى التغذية. Tous les êtres vivants ont besoin de nourriture pour rester en vie. إذن تحتاج الكائنات الحية إلى التغذية للبقاء على قيد الحياة، لأن التغذية هي الضمان. La nourriture leur donne de l'énergie pour grandir et rester en bonne santé. La nourriture leur donne de l'énergie. الطاقة. والطاقة تمنح الكائنات الحية صحة وعافية. L'énergie permet à leur corps de bouger et à fonctionner. La nourriture répare aussi les parties usées. معنى أن التغذية مهمة جدا لجميع الكائنات الحية. من خلال التغذية هناك طاقة، والطاقة يحتاجها الجسم لكي ينمو بشكل جيد. وكذلك الطاقة تجعل جميع أعضاء الجسم يعملون بكل ما بشكل جيد. إذن هناك مختلف أنواع من التغذية، من فواكه ومن خضر ومن لحوم ومن إذن هناك نوعين، كاين عنصر نباتي وعنصر حيواني. كاين تغذية أصل ديالها عنصر نباتي، وكاين تغذية أصل ديالها عنصر حيواني. إذن عندما نتحدث عن الكائن الحي لا ننسى النباتات. النباتات الخضراء خصوصا هي قادرة على إنتاج الغذاء ديالها بنفسها بنفسها. Les plantes vertes peuvent produire leur propre nourriture. Grâce، بفضل ماذا؟ السوليه، الشمس. إذن هناك عناصر. إذن لضمان أن النبتة تقوم بإنتاج الغذاء نفسها بنفسها، يجب توفر على الماء، على تربة جيدة غنية بالأملاح المعدنية، وكذلك مواد عضوية، أملاح المعدنية والمواد العضوية في التربة، والماء، عنصر الماء، وكذلك الغاز.
هناك غازات متنوعة في الهواء. مهم بصفة عامة الهواء، ولا ننسى ضوء ديال الشمس ضروري مؤكد. هنا قالوا لك بأن النباتات تقوم بإنتاج بنفسها الغذاء بنفسها، معناها تقوم بالغذاء ديالها بنفسها، ما تحتاج شي كائن آخر، بفضل ضوء ديال الشمس، وهي عبارة عن كلاء لباقي الحيوانات وباقي الكائنات الحية خصوصا الحيوانات العشية. Les animaux ne produisent pas leur propre nourriture. هذا هو الفرق بين هذا هو الفرق بين النباتات، انا تنتكلم على التغذيه، هذا هو الفرق بين النباتات والكائنات الاخرى. الكائنات الاخرى لا تستطيع القيام بانتاج الغذاء ديالها بنفسها، لا، اما النباتات هي قادره على ذلك. الحيوانات العاشبه تحتاج الى العشب، العشب هي عبارة عن نباتات. Les animaux ne produisent pas leur propre nourriture. Par contre, les plantes vertes peuvent produire leur propre nourriture grâce au soleil. Certains animaux mangent des plantes. Ils sont appelés herbivores. Et les adultes, ils sont les animaux qui sont les plus importants. Les vaches, les chevaux, les lapins, les moutons sont herbivores. Comme ils aiment jamais. Les animaux qui mangent d'autres animaux sont appelés des carnivores. هادو حيوانات لاحمة لأن تحتاج إلى كائنات أخرى أو إلى حيوانات أخرى للتغذية. Les lions, les tigres, les chiens et les chats sont des carnivores. Alors jusqu'à présent, vous avez bien compris les objectifs de cette unité. Lorsqu'on parle des êtres vivants, on a bien expliqué que tous les êtres vivants ont besoin de nourriture, d'eau et d'air. On a commencé par l'air. Et après l'eau, et à la fin, la nourriture. Pour les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les plantes. Et bien, vous avez mis à l'aise, finis ce cours. Ça fait beaucoup de choses dans la première fois. Vous avez les êtres vivants, les êtres vivants, les êtres vivants. Et la chose la plus importante, c'est l'air, surtout le gaz d'oxygène, qui permet le corps. الطاقة من أجل الوظيفة جميع الأعضاء والعمل بشكل جيد. كذلك الماء عنصر غذائي مهم جدا، وقائي وظيفي بامتياز. كذلك التغذية، لاحظنا في مجال النباتات أن النباتات هي قادرة على إنتاج الغذاء ديالها بنفسها، بينما باقي الكائنات الحية تحتاج إلى النباتات من أجل التغذية، خصوصا الحيوانات العاشبة. والحيوانات اللحمة تحتاج إلى حيوانات مثلا العاشبة لكي تتغذى، وهذا ما يسمى بحلقة غذائية سوف نطرق لها إن شاء الله، ملخصة لجميع الأطفال، مبسطة لجميع الأطفال وملخصة كذلك. إذا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. ما تنسوش الله في الفيديو القادم سوف نطرق إلى مختلف أنواع الحيوانات في الحلقة القادمة. Les types d'êtres vivants, les animaux. À très bientôt.